بسم الله الرحمن الرحيم. أخو شالي حيا الكاتب العام لجمعية أوكدال. جمعية أوكدال تأسست في سنة 2015 تحت لواء الجامعة الملكية للإنقاذ المائي والجامعة الملكية للغوص. جمعية أوكدال أكادير كاينين 150 منخرط تقريبا. وقبل جائحة كورونا كانت يعني كان عدد المنخرطين أكثر وتأثرنا بهذه الجائحة، ولكن الحمد لله الآن بعد يعني بعد الاستمرار ديال العمل ديال المسبح يعني رجعوا المنخرطين. واليوم جمعية أوكدال يعني فيها المنخرطين ذكور وإناث، وفيها يعني صغار وكبار. عندنا ثلاثة ديال الحصص في الأسبوع، عندنا يوم الثلاثاء يوم الخميس ويوم السبت. في ثلاثة الحصص كاين عندنا ثلاثة ديال السوايع في كل يعني في كل يوم، وكنبداو من 4 حتى 7 د العشية. كيكون ثلاثة ديال لي جروب، كل جروب كيتدرب ساعة ديال المكانة. دونك في جمعية أوكدال أكادير كاينين مؤطرين من داخل الجمعية متطوعين، وكاينين مؤطرين أخرين اللي كنجيبوهم يعني اللي كتستعن بهم الجمعية في تأطير وتدريب وتكوين هذا يعني المنخرطين ديال الجمعية. ورغم ذلك الجمعية يعني خصوصا في شهر 7-8 كيكونوا الناس كثار، يعني كيكونوا المنخرطين كثار، والمسبح ما كيقدرش على ذلك العدد ديال المنخرطين. وكذلك يعني بالنسبه للمسبح كاينين 5 ديال الجمعيات في نفس المسبح، يعني غير كافي يعني التدريب لجميع المنخرطين. والحمد لله رغم ذلك يعني جمعية أوكدال من بين الأهداف ديالها أنها تحاول تكون يعني أبطال في السباحة وأبطال في الغوص كذلك، وكذلك في يعني في السباحة في البحر بالزعانف. وكنتمنى ان شاء الله نستافدوا من البرامج اللي كاينه اليوم، اللي يعني هناك مسابح جديده غتكون في مدينه اكادير، ونتمنى ان جمعيه اكادير تستافد باش ما يكونش الضغط على مسبح واحد، وحتى الظروف ديال السباحه ولا ديال التدريب ديال هاد المنخرطين يعني تكون ظروف جيده ان شاء الله. وحنا الهدف ديالنا هو نحاولوا ان الجمعيه تستمر ان شاء الله، وتقدم يعني تقدم الخدمات ديالها للمنخرطين في جميع الفئات، الصغار الكبار، وكاينين بطبيعه الحال ذكور وكاينين اناث في جميع الفئات. وهناك اكراهات يعني كثيره في الجمعيه اللي نقدروا نتكلموا عليها باختصار، هو ان كما قلنا يعني 5 الجمعيات في المسبح واحد غير كافي. السلام عليكم، معكم بشرى طريق، عضو من اعضاء جمعيه أوكدال اكادير اللي عندها بزاف الانشطه من بينها السباحه ولي غوندوني والسباحه الفتاتي رياضه الفتاتي. ومن بينها دابا حنا في المسبح، نتواجدوا في المسبح اللي كما تتشوفوا كاينين منخرطين متعددين، كاينين المنخرطين المتوسطين الصغرى الفئات الصغرى والكبرى وحتى المتوسطه. والهدف من الجمعيه هو تكوين ابطال، وكما تتعرف هذه المدينه تاع اكادير مدينه شاطئيه والناس بزاف مهتمين بالسباحه، لهذا تنتلقى واحد الاقبال كبير خصوصا في فصل الصيف من شهر 6 و 7 و 8. هذا اللي تيجعلنا كاين شويه الاكراهات عندنا في لابيسين، ضيق الوقت، السوايع ديالنا اللي ملتزمين بهم مع المسبح البلدي تقلل شويه، وهادو هما الاكراهات اللي كاينين عندنا. وتنتمناو ان القدام ان شاء الله مع هاد المشاريع الملكيه اللي كاينين في اكادير يتعطانا شي بيسين ان شاء الله نضربوا فيه الفئات ديالنا كامله، ويتحلوا بعدا شويه الاكراهات اللي عندنا. بسم الله الرحمن الرحيم، مبارك قاسمي، جمعيه أوكدال أكادير. الحمد لله جمعيه أوكدال أكادير تتوفر على واحد العدد ديال المؤطرين، 11 مؤطر بدبلومات دوليه، وتنشاركوا باستمرار بتكوينات على المستوى الجهوي وعلى المستوى الوطني بفضل الرؤيه الواضحه والرؤيه وبرنامج عمل ديال جمعيه أوكدال.
اللي استرناه منذ 2015 بتكوين كذلك المؤطرين بتكوين كنا واحد العدد ديال الابطال، ولكن مع الاسف الشديد الابطال مشاو لينا لبلايص اخرين لانه الظروف ديالنا حنايا ما كتسمح لينا الاستمراريه بالنسبه للمسبح. المسبح تنشدوا المسبح تنبداو التدريب من شهر 4 حتى لشهر 10، ومن شهر 10 الفوق ما تسمح لنا الظروف باش نشاركوا الظروف لابيسين، حيت المسبح البلدي المسبح الوحيد اللي كاين في اكادير دابا هو المسبح البلدي، ومشاركين فيه خمسه الجمعيات غير تيوصل لشهر 11 تيتسد لابيسين، لانه لابيسين شهر 11 ما كاينش، ماشي لابيسين ماشي مغطي وتيكون البرد وكذا، وهذه ما تيقدروش لي زاتليت باش يشاركوا في التدريب، وهذا واحد سميتو ما تيبغيوش لي زاتليت تيمشيو لينا لجمعيات اخرين اللي هما ابطال اللي جا كناهم على المستوى الجهوي على المستوى الوطني، اللي شاركنا بهم في عده محافل عده مشاركات دوليه وجهويه ووطنيه، وعندنا تقريبا عندنا واحد القضيه اخرى هو الاشكال ديال التنقلات بالنسبه للمشاركه تيكون عندنا في الشمال ولا في الرباط ولا في مراكش ولا سميتو، تيطلب واحد العدد ديال المصاريف، والجمعيه ما عندهاش حتى شي دخل شي دعم مالي ولا شي دخل اللي هو اللي تيناسب اللي يمكن تغطي به المصاريف ديال التنقلات. وان شاء الله بالنسبه حنا تنتاملوا واسميتو بالنسبه لهذه المسابح الجداد اللي غادي يتلقوا ان شاء الله في مدينه اكادير بفضل المشاريع الملكيه، وان شاء الله تنتمناو باش نشدوا المسبح باش تكون التكوينات ديال الابطال باستمرار العام كامل، باش تقريبا نشاركوا بهم في جميع المشاركات الوطنيه والدوليه. وواحد القضيه اخرى كاينه هي ديال لابيسين، دابا تشوفوا لابيسين تيكون خمسه الجمعيات عندنا النهار الثلاثاء والنهار الخميس والنهار السبت، يلا عندنا ثلاثه السوايع من الربعاء حتى للسبعه، ما عندناش الوقت الكافي باش تخدم مع لي زاتليت، يعني كيما باش يخدم ساعتين ولا ثلاثه السوايع ولا سميتو، باش تكون ابطال نيت اللي هما ابطال اللي غتشارك بهم وتدي بهم